أن جعل تدبير قطاع السكك الحديدية للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق الاشتراكية المعارضة الاتحادية، فليتفضل أحد وضع السؤال. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. القطاع السككي الفاقد لنجاعه التدبير، يسائلكم السيد الوزير. شكرا السيده النائبه، جواب ديالكم السيد الوزير. شكرا السيده الرئيسه، شكرا السيده النائبه على طرح هذا السؤال. هذا قام المكتب الوطني للسكك الحديديه خلال العقدين الاخيرين من انجاز مجموعه من المشاريع المهيكله مكنت من تطوير عروض وجوده خدمات النقل، حيث تم نقل ما يفوق من 45 مليون مسافر سنة 2022. وموازاة مع ذلك، يواصل المكتب مجهوداته لتطوير الشبكة السككية من خلال إنجاز الدراسات الخاصة بتمديد الخط السككي فائق السرعة TGV نحو مراكش وأكادير، تطوير النقل السككي الجهوي وربط مينائي الناظور المتوسطي وأسفي بالشبكة السككية، وتعزيز أسطول المكتب بقطارات من الجيل الجديد. شكرا. شكرا لكم السيد الوزير. تعقيب السيدة النائبة، تفضلوا. سيد الوزير، قطاع حيوي بحال هذا من المفروض أن يشكل قيمة مضافة للميزانية العامة بدل أن يكون عبئا عليها. المديونية تبلغ 44 مليار ديال الدرهم، وهي بالمناسبة أعلى مديونية على ذمة المؤسسات العمومية. ميزانية الاستثمار المخصصة لهذه الوزارة كتزاد كل عام، ونصيب القطاع السككي منها هو 6.1 مليار ديال الدرهم. السيد الوزير اللي ما جاش اليوم تيخرج وتيقول لنا بانه ما عندوش ميزانيه لانجاز المشاريع السككيه، في حين ان اداره هذه المؤسسه اختارت توسيع قاعده الهرم الاداري لتبرير المصاريف الضخمه دون مردوديه بدل تحسين اوضاع المستخدمين والاطر، وكذلك تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين المغاربه والاجانب. السيد الوزير خاصو يتحمل المسؤوليه، مسؤوليه التبذير ومسؤوليه سوء التدبير ومسؤوليه الخطا، بدل البحث عن اكباش فداء من سائقين ومستخدمين وعمال. صوره المغرب تتضرر بلحقاش ان قطارات متهالكه وسكك متهالكه ومدن دون قطارات وقطار الكاوبوي. وشكرا لكم. شكرا السيده النائبه المحترمه. هل هناك من تعقيبات اضافيه في هذا الموضوع؟ تفضل السيد النائب المحترم. السيد الوزير، كلنا معتزون بنجاح بلادنا في تبني نموذج القطار الفائق السرعه TGV وتوسيع الشبكه في المستقبل، لذلك بغيت نثير انتباه للتنقل بين فاس ورباط والدار البيضاء حتى ننتظروا بشرى انطلاق على الاقل الدراسه الخاصه به، وان خاصه ان كل مؤشرات استعمال طريق السير والاقبال على القطار ولو في 3 ساعات تقريبا تؤكد نجاح مضمون لهذا الاستثمار. وشكرا. شكرا لكم السيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيبات أخرى إضافية في هذا الموضوع؟ سيد الوزير، عندكم شي إضافة؟ شكرا السيدة الرئيسة. تفضل. ولا السيدة النائبة المحترمة، السيد الوزير ما حضرش، كنا كنعرفوا الأسباب، هو موجود في مهمة خارج أرض الوطن وفي واحد المهمة اللي هي سامية ومعروفة، فما حضرش اليوم ولا ما جاش اليوم زعما ما عندهاش بلاصتها. ثانيا، الاستثمارات اللي تعملت واللي عملتها بلادنا في هذا المجال هذا بالضبط هي استثمارات مهمة وكبيرة وبواحد الحد أدنى من يعني من الإمكانيات مقارنة مع دول كثيرة. الناتج الداخلي الخام ديالها يتجاوز بلادنا بكثير. نقدروا نناقشوا القضايا الأخرى المرتبطة بالتدبير والآليات مطروحة، ماشي يعني غير الجلسة العامة اللي كاينة، كاينة آليات كثيرة وحنا مستعدين نخرطوا فيها، لكن هناك مجهود كبير بُدل وهناك بنية تحتية قوية الآن في المجال السككي يجب الاعتزاز بها. طلب ديالك السيد النائب سوف يتم.